هذه شو بدنا نسميها، يعني بدنا نسميها طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، بنسميها يعني الدعاء لربنا سبحانه وتعالى انه يشفي كل مريض كورونا ويرحم كل من مات. على كل حال، اللي عجبني انه ناس كثير منزل بقلب كبير مليء بالإيمان والأمل في رحمة الله تعالى. نسأل الله الشفاء العاجل لكل مرضى كورونا والحماية والنجاة لكل من لم تصبهم العدوى، وأن يرحم ويغفر لكل من غدرنا بسبب هذا الوباء، ويشفي كل مريض على وجه هذه الأرض برحمته وكرمه. إني ببابك مولاي. كثير عجبني انه عدد كبير من الناس، وانا بتمنى بعد ما حكينا كمان الان انه العدد الاكبر ينزل هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى انه يفرجها علينا ان شاء الله. مولاي اني ببابك مولاي، الله مولاي اني ببابك مولاي. والله انه الناس تعبت، يعني تعبت مظبوط، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن العباد. ما في إشي بعيد عن رب العرش العظيم، اللي هو قادر أن إذا قال لأي شيء كن فيكون. يا رب أنك ترفع هذه الغمة عن العباد، لأنه تعبوا، كلنا تعبنا، كلنا أرهقنا، كلنا نفسيتنا تعبانة، كلنا دعانا إليك يا رب العرش العظيم أنك ترفع هذا الوباء وهذا البلاء عنا. مولى الرحمن مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، يا رب تحمينا كبار السن، لأنه كل إنسان فينا إله كبير بالسن موجود في حياته، وهو يعني بركة لنا في هذه الحياة، إنك تحمي كبار سننا من هذا المرض الفتاك القاتل. يا رب تحمي أطفالنا، لأنه صرنا نشوف أطفال صغار بالسن مصابين بكورونا. يا رب دوما لك الحمد ما دقت النبضات. اللهم اشفي كل مصابي كورونا حتى نلتقي بعد شهر جميعا، ولا أحد فينا غائب، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم في الجهر والخلوات اللهم بلغنا شهر رمضان. شهر ضيلو فلا أنت خالقنا، تدعو لك الأصوات. اللهم بلغنا شهر رمضان وموائدنا غير ناقصة بعزيز. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، نستغفرك ربي ونتوب إليك. وأرجوه رجاء لا يخيب، أغيب وذل طائف لا يغيب، لا يغيب. وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب.
وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. حاشا لله أن يكون في أي باب غير باب الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب العرش العظيم تبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم ارفع هذه الغمة عن البلاد والعباد. اللهم آمين. رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب. اللهم ارحمنا وأغثنا وألطف بنا وتداركنا بإغاثتك. اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد الفرد الصمد وباسمك العظيم. فرج عنا ما أمسينا فيه وما أصبحنا فيه. أجرنا يا الله يا كاشف الهموم ومفرج الكرب العظيم. ويا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يا ربنا نسألك رحمة بأطفالنا وشيوخنا أن ترفع عنا البلاء، بلاء عجز عنه أهل الأرض لن يقوى عليه سوى أنت يا رب السماء والأرض وكل المخلوقات. فرج عنا الغم والهم برحمتك يا واسع الجود والكرم. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز. اللهم انا نستود في القلب باق من قضى. كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونساءها شبابها وبناتها أرضها وسماءها. فاحفظها ربي من الأمراض والأوبئة وارفع البلاء يا رب. ادفع عنا فيروس كورونا بحولك وقوتك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصدت يدي الهوز به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك مولاي.
الأسحار ساقية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش اللهم اجعل هذا البلاء طهورا لنا ورحمة وفرج علينا هموما اللهم إن مع العسر يسرا اللهم إن مع العسر يسرا